احنا اخترنا يا جماعه في البدايه الموضوع بتاع الطعن في الاحكام لان كلنا بنستعمله، ومفيش واحد بيصدر لصالحه او ضده حكم الا يلاقي نفسه يا اما هو طاعن يا اما مطعون ضده. لو اتحكم لك هتلاقي خصمك هيطعن، ولو انت خسرت انت اللي بتطعن. فكلنا بنعدي بنفس المرحله وكلنا بنلجا لطرق الطعن دي. موضوع المحاضره النهارده اللي احنا هنتكلم فيه طرق الطعن في المواد المدنيه والتجاريه. مش هنتكلم في الناحيه الجنائيه النهارده، هنتكلم في المواد المدنيه والتجاريه اللي هي منظمه قانون المرافعات واللي هو بينطبق عليها. الطعن في الاحكام، الحكم في البدايه هو عمل بشري، ما هوش حاجه منزهه عن الخطا زيه زي اي عمل بشري ممكن يشوبه العوار، تحصل فيه اي حاجه، خطا في التقدير من القاضي، خطا في التقرير او في تقدير الوقائع، هو ده اللي بيخلينا ان احنا نلجا للطعن. ليه؟ لان الحكم عمل بشري. الحكم الطعن في الحكم هو نظام في قانون المرافعات عندنا المصري، وفي قوانين المرافعات لا شغل، وفي قوانين المرافعات التانية. أساس نظام الطعن في الأحكام هو أداة لإصلاح العيب اللي لحق بالحكم اللي صدر من المحكمة في أول مرة. دي أول دعامة نظام الطعن في كافة دول العالم بيقوم عليها. الحاجة التانية وسيلة لطردية اللي رفع الدعوة ولجأ للمحكمة وطلب إن يتحكم له بشيء وما يتحكملوش بالشيء ده. أنا بلجأ للمحكمة بصحيفة الدعوة مكتوبة، بطلب طلب معين، شايف انا في تقديري وانا برفع طلب للقضاء ان هو ده اللي بيكفل لي الحمايه، وهو ده الطلب اللي المحكمه لو استجابت ليه هيبقى فيه الترضيه الكافيه ليا، هيبقى فيه رد العدوان على حقي. مش شرط ان القاضي يحكم لي بكل اللي اطلبه، وممكن يحكم لي وممكن يرفض الدعوه ما يتحكمليش خالص، وممكن يتحكم لي بطلبي كله او يتحكم لي بجزء من طلبي. فهنا اتعمل نظام المراجعه عشان نعرض موضوع النزاع على القاضي مرتين. اللي هنتكلم فيه النهارده اخترت يعني جزئيه معينه قلت هتكون الفايده اكبر. مش هنتكلم في طريق طعن معين هنشرحه الاستئناف او النقد، لا، هنجيب لكم يا جماعه النهارده الاحكام العامه للطعن في الاحكام عامه، المبادئ والشروط اللي هنذكرها كلها النهارده بالتفصيل وبالتطبيقات احكام النقد عليها دي هتنطبق معاك على اي طريق من طرق الطعن انت هتلجا له. طرق الطعن زي ما هي معروف طرق عاديه وطرق غير عاديه. الطرق العادية الاستئناف حاليا، وكان قبل سنة 2000 ايام لائحة المحاكم الشرعية كان في الطعن بطريق المعارضة، ان انت بتعمل معارضة في الحكم الصادر في الاحوال الشخصية. ده كان لائحة المحاكم الشرعية اللي صدرت سنة 31، والنص فضل موجود لغاية ما لغاه قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000. فبقى دلوقتي طريق الطعن العادي الوحيد هو الاستئناف، وخصوصا ان قانون الاحوال الشخصية قال ان الاستئناف هو الطريق الوحيد واحال على قواعد قانون المرافعات. فقانون المرافعات كمان ملغي منه المعارضه في الاحوال الشخصيه، يعني ما فيش طعن عادي غير بطريق الاستئناف. طرق الطعن غير العاديه عندنا طريقين، الطعن بطريق النقد والطعن بطريق التماس اعاده النظر. الطعن بطريق النقد بنلجا فيه للمحكمه الاعلى اللي هي محكمه واحده في جمهوريه مصر العربيه الموجوده في القاهره، دي محكمه واحده. الالتماس بترفعه للمحكمه اللي هي اصدرت الحكم اللي انت بتقول ان فيه بتطعن فيه بالالتماس. الحكم القضائي يا جماعه في تعريفه زي ما الفقهاء عرفوه هو قرار بيصدر من محكمه قضائيه او من القاضي في خصومه رفعت اليها بتحقيق كامل. تحقيق كامل يعني ايه؟ يعني علنت خصمك، يعني في مبدأ مواجهة، يعني ما هواش أمر أنت بتقدمه للقاضي لوحدك ومش ملزم إن أنت تعلن خصمك، لا، ده بيصدر في خصومة. فهنا يا جماعة الحكم بيصدر في خصومة غير الأمر وبإعلان غير وبجلسة بيحضر فيها الخصمين، غير الأمر اللي أنت بتقدمه للقاضي بينك وبينه، أمر على عريضة أو أمر ولائي، لا يشترط فيه الإعلان، وخصمك اللي أنت مقدم ضده الأمر ما بيحضرش. فاللي بيطعن فيه هو الحكم مش الأمر. طيب الحكم القضائي اللي احنا بنطعن فيه أو الأحكام القضائية عامة بتقوم يا جماعة على دعامتين، قرينة الصحة وقرينة الحقيقة. قرينة الصحة يعني أنت أما حد يجيب لك حكم هتطعن فيه يفترض وانت قاعد في مكتبك قبل ما تروح المحكمه وتطعن ان كافه الاجراءات اللي المحكمه اتبعتها جوه الحكم اللي هو جاي لك ده الاجراءات دي صحيحه. يفترض الدعوه اترفعت صح،
الورقه بتاعه صحيفه الدعوه فيها البيانات الجوهريه اللي المحكمه قالت عليها، الاعلانات تمت مظبوطه، المحكمه راعت قواعد الاثبات، يفترض ان الحكم ما دام صدر من القاضي ان القاضي طرحت عليه الحاجات دي وان هو رعاها. قرين الصحه يعني كافه الاجراءات اللي تم اتخاذها في الخصومه قدام المحكمه عشان الحكم ده يصدر وينتهي ان هو يكون حكم فصل في الخصومه وفي ايدك، كافه الاجراءات اللي المحكمه اتبعتها صح. في قرينه صحه على الاجراءات انتهت بتكليل الخصومه بصدور حكم. القرينه الثانيه هي قرينه الحقيقه. يفترض دلوقتي هنضرب مثل في عقد بيع وفي نزاع حصل ما بين طرفين بره قبل ما نلجا للمحكمه. البايع ليه بقيه فلوس والمشتري مش عايز يدفعها، والبايع بيهدده انا هفسخ العقد لان انت ما فوتش بقيه الثمن والقانون بيديني الحق دوت، والمشتري بيقول لا انا هحبس الثمن. الامثله دي على فكره بتحصل في العمل كتير ما بين المشترين وبين المقاولين. بيكتب في العقد ان هو ملزم يشطب وملزم يدخل مؤسسات وبيرفع قضيه عشان يفسخ، فاحنا بندفع عن المشتري بحق الحبس ان في التزام عليك مقابل، فالدفع بعدم التنفيذ بيبقى وسيله ان انا متحمل بالتزام مش هنفذه الا اذا انت نفذت الالتزام اللي عليك الاول. الكلام ده هو اللي حصل بره بينا وبين بعض على القهوه قبل ما نروح المحكمه. اللي حصل ده هو الواقع او دي الحقيقه الواقعيه، حقيقه الامر اللي حصلت بيني وبينك. لما بنروح المحكمه لازم اللي بيلجا للمحكمه بيلجا لطرق الاثبات عشان يثبت ان الحقيقه الواقعيه دي ايه حقيقتها القضائيه قدام المحكمه. لازم اثبت يا جماعه الواقع اللي حصل بره المحكمه قدام المحكمه عشان تحكم لي بطريق من طرق الاثبات اللي هي منصوص عليها. يفترض بصدور الحكم في النهايه ان بيحصل تطابق ما بين الاثنين، ما بين الحقيقه الواقعيه وما بين الحقيقه القضائيه. يعني يفترض ان اللي حصل بمجرد صدور الحكم في الدعوه، يفترض ان اللي اطرح على القاضي واللي حكم فيه حكم ان المشتري مقصر ومش من حقه ان هو يحجز بقيه الثمن ويحبسه عن البايع، وان البايع ليه حق ان يستوفيه حتى لو اللي حاصل في الحقيقه العكس. لكن لا، يفترض ان اللي حصل بموجب حكم المحكمه ان الحقيقه القضائيه اللي اطرحت على القاضي واتبع فيها ادله الاثبات وحكم فيها هي الحقيقه الواقعيه. يعني يفترض ان الاثنين اتطبقوا مع بعض. اللي بيطعن بقى يا جماعه لما الحكم بيجي له عليه ان هو يثبت العكس، ان لا الحكم دوت اللي صدر مش هي دي الحقيقه، لا ده الحقيقه ان هو مقصر وبيطرح النزاع تاني من جديد قدام محكمه الطعن اللي محكمه الاستئناف. الشروط العامه للطعن اللي بتنطبق على اي طعن انت بترفعه هتراعي الشروط اللي احنا هنقولها دي بالظبط، سواء لو بتطعن بالاستئناف او بتطعن بالنقض او التماس اعاده النظر كطرق طعن غير عاديه. في شروط معينه لازم تكون موجوده، هم عباره عن ثلاث طوائف من الشروط احنا هنقولهم. الطائفه الاولى ودي اول حاجه متعلقه بالحكم القضائي اللي انت رايح تطعن فيه في المحكمه. الطائفه الثانيه شروط متعلقه بالطاعن اللي رايح يقدم عريض الاستئناف او عريضه الطعن، عشان بنتكلم عامه في الثلاثه، لمحكمه الطعن. في شروط لازم تتوفر في الطعن اللي بيطعن في الحكم، مش اي حد يروح من الشارع ويطعن في حكم هو مش طرف فيه. الطائفه الثالثه شروط خاصه بالمطعون ضده اللي انت بترفع ضده الطعن وبتوجه له الطعن وبتقيمه عليه. نمسك بالترتيب الطائفه الاولى، دي اللي هي الشروط اللي لازم تكون موجوده في الحكم القضائي. عشان اطعن لازم اطعن في حكم قضائي. واحنا عرفنا الحكم، يبقى هنا لازم نفرق ما بين الحكم وما بين حاجات تانية ما ينفعش ان انا اروح اطعن فيها. الحكم القضائي بيصدر في خصومه وبيصدر من محكمه وبيصدر من قاضي. يبقى نمره واحد هنستبعد قرارات اللي بتطلع من لجان قضائيه، لجان ليها اختصاص قضائي زي لجان الاصلاح الزراعي. ما ينفعش يطلع قرار ضد من لجنه الاصلاح الزراعي اروح اطعن فيه بالاستئناف. لجان التوفيق في المنازعات، حتى لجان التوفيق في المنازعات اللي بيصدر منها كلنا عارفين اسمها توصيه، ما هياش حكم. ما ينفعش اخد التوصيه من لجنه فض المنازعات واروح اجري اعمل عليها طعن، لان ما هياش حكم، ما طلعتش من قاضي، ما فيش اعلان، ما فيش خصومه، دي مجرد محاوله للتوفيق والقانون اداها مده معينه ان القاضي اللي هو منتدب في اللجنه لازم يكون فصل فيها، فما ينفعش ان انا اخد توصيه اللجنه واروح ان انا ارفع طعن عليها. الحكم لازم ان يصدر من محكمه تتبع جهه قضائيه، المحكمه لازم بتتبع وزاره العدل،
ما اللجان دي، اللجان دي وان كانت بتتبع وزاره العدل لكن في اداره تبعها اسمها اداره لجان فرض المنازعات، يعني برضو ما هياش تعتبر محكمه. تاني شرط ان بيصدر الحكم من المحكمه بما لها من سلطه قضائيه، يعني في خصومه. الشرط التاني ده يعتبر في تفرقه اللي احنا لسه قايلينها ما بين الحكم وما بين الامر. القاضي ليه ثلاث سلطات، سلطه قضائيه اللي بموجبها بيصدر الحكم القضائي، سلطة إدارية اللي بينظم بيها العمل في المحكمة ويوزعوا الشغل على الدوائر، يوافق لك على طلب تقصير جلسة مثلا. السلطة التالتة هي السلطة الولائية، إن أنت غير إن القاضي يفصل لك في الخصومة اللي أنت بترفعها ليه، لا ده أنت ممكن بتقدم للقاضي طلب استصدار أمر على عريضة أو طلب باستصدار أمر أداء، معاك سند دين على المدين بتاعك، سند مكتوب بمبلغ مالي صدر منه، الدين محقق الوجود وحال الاداء، ما بنرفعش بيه يا جماعه دعوه على طول. وبرضه في نقطه نحب نوضحها، الزملاء بيتلخبطوا فيها، لو انت هتطلب المبلغ بتاع امر الاداء هو شرط انت تعمل انذار وبتقدم الطلب وبترفع حفظك ومن الانذار وسند الدين. لو انت هتطلب مع المبلغ اي حاجه تانية ولو فوائده او تعويض عن عدم السداد بتلجا للمحكمه على طول، لكن نظام اوامر الاداء لو انت هتطلب مبلغ الدين بس. فاحنا القاضي هو بيطلع الامر هنا بيطلعه بموجب سلطته الولائيه، بطلعه لواحد بس للي هو قدم لي الطلب من غير ما اشترط حضور الخصم ومن غير ما اعلن الخصم الثاني اللي هو طالب استصدار الامر ضده. والامر بيختلف برضه من ناحيه تانية عن الحكم القضائي، ان الحكم القضائي واجب التسبيب، القاضي لازم بيكيف الوقائع ويطبق حكم القانون على الواقع المعروضه وبعد كده بيقول اسباب لحكمه بيسببه وفي الاخر بيدينا المنطوق اللي احنا بنطعن فيه. الامر ما فيهوش الكلام ده، يبقى ده برضه وجه من اوجه الاختلاف ما بين الامر وما بين الحكم القضائي. الحكم القضائي لازم يكون مسبب، الامر غير مسبب. يبقى يا جماعه شروط الحكم اللي بنطعن فيه يكون صادر من محكمه تتبع جهه قضائيه، حكم ما هوش توصيه طالعه من لجنه. تاني حاجه ان بيصدر من القاضي بما ليه من سلطه وضعيه ولائيه قضائيه، العفو. القاضي نفسه ليه ثلاث سلطات اداريه ولائيه وقضائيه، بيصدر بالثانيه اللي هي القضائيه كقاضي وكحكم عشان اقدر ان انا اطعن فيه. الشرط الثالث ان الحكم يكون مكتوب في المادة 9 و19 مرافعات قالت على بيانات جوهرية اللي لازم تتوفر في أي ورقة قضائية. المقدم الطلب واسمه وصفته وعنوانه والمقدم ضده، البيانات الجوهرية دي لازم تكون موجودة في الحكم القضائي. وفي مثل بيتقال في فرنسا الفقهاء بيقولوه إن القاضي وهو بيحكم مش بيحكم عشان يقنع نفسه، لا ده لازم بيقنعك أنت اللي لجأت له بدعواك ان هو ان انا فعلا دعواك اللي طرحت عليا قريتها واطلعتها وشفت طلباتك وخصمك شفت دفوعه والرد بتاعه وان انا حكمت حكم مرضي. دي عله تسبيب الحكم، ان عشان الخصم اللي صدر الحكم لصالحه او ضده يتاكد ان اطرح على المحكمه وان المحكمه فحصت القضيه وقالت اسباب ليه انا كسبتك او ليه انا خسرتك القضيه. لا يتصور وجود حكم غير مكتوب، مفيش خالص حاجه اسمها حكم شفوي، لا لازم تكون في ورقه حكم مكتوبه في ايدي اروح الجا بيها لمحكمه الاستئناف عشان اطعن فيه. لا يتصور وجود حكم غير موقع، مفيش حكم يطلع القاضي مش ماضي عليه واخده واجري واروح بيه، يبقى المسوده ما ينفعش، ما ينفعش لو مسوده غير موقع ما ينفعش برضو ان انا اطعن، لازم يكون الحكم مكتوب. لازم تكون البيانات الجوهرية موجودة فيه زي احنا ما قلنا، ما ينفعش ان يكون في بيان ناقص في الحكم، حكم لألف ضد ولأنها فاضية، مفيش حد. الحكم جاي بناء عليه حكمت المحكمة ولقيت سطرين فاضيين. هطعن في ايه؟ لو في بيان جوهري من البيانات دي ناقصة مش باين اسم المدعي، مش باين اسم المدعي عليه، مش باين لي منطوق، يبقى كده الحكم ناقص فيه بيان جوهري يؤدي ان انا مش هقدر، ما بقاش حكم. في تفرقة الفقه على خلاف فيها، في تفرقه ما بين الحكم الباطل وما بين الحكم المنعدم. الفقهاء بتوع المرافعات يا جماعه بيقولوا، البعض منهم بيقول ان في تفرقه ما بين الحكم الباطل والحكم المنعدم.
استاذنا الدكتور فتحي والي في رسالته نظريه البطلان مش مؤيد الراي ده، وبيقول لا ما فيش حاجه اسمها حكم معدوم، في حكم باطل بطلان نسبي وفي حكم باطل بطلان مطلق. استاذنا الدكتور ابو الوفا واغلب الفكر بيقول لا، في استاذنا الدكتور فتحي السرور في نظريه البطلان اللي رسالته في القانون الجنائي برضه معتنق نفس الراي، ان في عيب للحكم اللي هو عيب بيخليه حكم منعدم، وفي عيب تاني يخلي الحكم حكم باطل. الاساس في التفرقه ما بين الاثنين اللي هي محكمه النقض خدت بيها وخدت بالتفرقه دي، فاحنا هنقولها في الحكم شرط من شروط وجوده، زي ما احنا قلنا لازم يصدر من قاضي ليه صفه، لازم يصدر في خصومه، الاعلان تم في الخصومه صح، الخصومه انعقدت ما بين احياء ما ترفعتش على واحد ميت، لو حاجه من دي تخلفت يبقى احنا قدام حكم منعدم. لكن لو الحكم شابه بطلان، اجراءات الاعلان تمت لكن فيها بطلان، في اي شيء لم يراعى بيؤدي لوجود بطلان في ورقه الحكم يبقى الحكم باطل. التفرقه هنا بين الحكم الباطل وما بين الحكم المنعدم بتوصلنا، التفرقه دي اهميتها في ايه؟ ان الحكم المنعدم مش موجود وما بيرتبش اثر ما بيديش حد حق، الحكم الباطل موجود وبيرتب اثاره وصاحبه يستفيد منه رغم ان هو باطل الى ان يقضى ببطلان الحكم ده. الحكم المنعدم ما انتش محتاج ترفع دعوة انعدام حكم، وللاسف بنشوف ناس كتير من الزملاء يرفع دعوة انعدام حكم، القانون ما قالش كده، القانون قال من حق سهلها لك انت بتصعبها على نفسك، قال لك من حقك تدفع بانعدام الحكم لما يجي خصمك يحتج عليك بالحكم ده، لكن الحكم الباطل بيرتب اثاره فلازم ترفع دعوه بطلان الحكم ده اللي احنا بنسميها دعوه عدم اعتداد بالحكم، لكن مفيش حاجه اسمها دعوه انعدام حكم، لا انت بتدفع بانعدام الحكم اللي هو طلع ضدك. دي لما يقدم الخصم بتاعك الحكم ده ضد حضرتك في دعوه تانية اخد حكم ضدك بثبوت الملكيه على العقار بتاعه وانت مدعي عليك، بعد كده رفع عليك دعوة بمطالبة بيطلب منك مقابل الانتفاع عن ان انا الملكية بتاعتي كانت ثابتة وانت كنت غاصب للعقار ده، فتقدر تدفع انت في الدعوة دي بانعدام الحكم. من حقك ان انت تدفع قدام محكمة التنفيذ ان الحكم منعدم وترفع دعوة تدفع قدام محكمة التنفيذ بالانعدام وتوضح قدام المحكمة ليه ان الحكم ده منعدم، محكمة التنفيذ من حقك ان انت تدفع قدامها بالدفع ده، ولو الحكم باطل وبيتنفذ بيه ضدك بترفع دعوى البطلان وبتاخد الصحيفة وشالها من الجدول وتقدمها قدام محكمة التنفيذ ان بطلب وقف التنفيذ لحين ما يبت في وجه البطلان اللي في الحكم ده بدعوى البطلان اللي هي مرفوعة. بالمناسبة يا جماعة لو في حد ليه سؤال ولا حاجة جهزوا الأسئلة اكتبوها وباذن الله هنجمعها وهنرد عليها في الاخر قبل ما نمشي. حاضر انا يا حاضر انا عشان بس الماده كبيره عايز ان انا المها لكم عشان المها لكم. حاضر علي. دي يا جماعه التفريق ما بين الحكم الباطل والحكم المنعدم. امثله للحكم المعدوم زي ما قلنا زوال صفه القاضي ما حلفش اليمين قبل ما يتولى القضاء، وفي تطبيق اتعرض على محكمه النقض زمان كان قاضي موجود في دايره وزالت عنه صفه القضاء وما كانش وصل الخبر فحكم، فالحكم بقى منعدم لان زالت عنه صفه القضاء تمت اقالته قبل ما يصدر الحكم تقريبا بيومين، فين يعتبر الحكم منعدم. نفس الوضع كده يا جماعه. الحكم برضو لازم نفرقه عن حاجات تانية، الحكم القضائي بيفترق عن الفتوى. الفتوى انت بتلجا لشيخ من شيوخ الازهر او بتلجا للمفتي العام اللي في دار الافتاء اللي في الازهر بتطلب استصدار فتوى في موضوع معين. الحكم القضائي بيطبق القانون. الفتوى بتطبق نص الشرع. اللي بيطلع الحكم قاضي، اللي بيطلع الفتوى احد مشايخ الازهر او احد مشايخ دار الافتاء. الحكم ملزم، الفتوى غير ملزمه. الحكم بيصدر ما بين طرفين، الفتوى بتصدر لواحد فقط. الحكم قابل للتنفيذ، الفتوى غير قابل للتنفيذ. اتفضل. احنا ما بنتكلمش في الالزاميه ولا كتاب مع النص، احنا بنتكلم في النظام بتاع كل واحد، بس هل تقدر تاخد الفتوى تعمل فيها استئناف وتتعب؟
لكن القانون، انا بتكلم قانون المرفعات المصري، هل في نص بيجيز لك انك تاخد الفتوى اللي جات لك دي من شيخ الازهر تروح تطعن عليها؟ ما في، ما اساسا ليست مندرجه ضمن الحالات ان انا من حقي ان انا اطعن فيها. الطعن بيكون في الاحكام. الفتوى، الفتوى لا. خلي الاسئله في ورقه، خلي الاسئله يا جماعه يا ريت في الاخر عشان ما نقطعش التواصل بتاع ايه بتاع الماده، وكل اللي عايز يسال في حاجه هرد عليه تبقى في الاخر. ورقه عايزين ورق معانا. في يا جماعه تفرقه برضو واجبه ما بين الحكم القضائي وما بين حكم المحكم. المحكم اساسا يا جماعه ما هوش قاضي. المحكم واحد ليه خبره في مجال معين احنا جايبينه عشان يفصل في النزاع بتاعنا اللي هو داخل في الاختصاص بتاعه. فما هوش حكم، ما هوش حكم قضائي. حكم المحكم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف، ولا يقبل الطعن فيه بالنقض، ولا يصدر من قاضي، بيصدر من محكم حتى لو كان احد رجال القضاء السابقين. لكن المحكم مش قاضي. الطريق الوحيد للطعن على احكام التحكيم اللي القانون قال عليه اللي هو الطعن بطريق دعوى البطلان، ما بيتعملش فيه استئناف. اتفضل. ايه بتطعن في حكم المحكم بدعوى بطلان حكم المحكم اذا اثبت ان في حاله من الحالات متوفره، لكن ما بتعملش فيه استئناف. احنا بنتكلم في الطعن في الاحكام. وفي راي برضه في الفقه بيعتبر ان حكم المحكم يختلف عن الحكم القضائي، لان الحكم القضائي بيصدر من حقنا ننفذه، حكم المحكم محتاج تاخد امر عليه بالتنفيذ. يعني دي برضه تفرقه الفقه برضه بيضيفها. الحكم بيختلف عن العمل التشريعي المجرد. القوانين اللي بتتسلم للسلطة التشريعية تختلف عن الأحكام. القواعد القانونية بتنطبق على كل وبتحكم حالات الناس كافة. الحكم خاص بواحد فقط بيحكم المسألة بتاعته، بيحكم النزاع بتاعه اللي بينه وبين المدعى عليه. فالحكم بيختلف عن العمل التشريعي. الحكم ما هوش عام ولا مجرد ولا يخص الناس كلها، لا، الحكم يخص صاحبه طبقا لمبدأ نسبية أثر الأحكام. في يا جماعه نقطه عايزين نسالكم فيها، هل في فرق ما بين القاضي هو بيحكم الحكم بتاعه في منازعه وبيسبب وبيطلع المنطوق بتاعه، وما بين القاضي وهو بيثبت الصلح ما بين الاطراف؟ اصطلحتم وحضرتم قدام القاضي وطلبتم ارفاء محضر الصلح ده، الحقه بمحضر الجلسه ليكون ليه قوه السند التنفيذي. قال يا جماعة الحكم اللي بيطلع بأن القاضي بإثبات الصلح ده يعتبر بموجب سلطة القاضي الولائية، أنا بثبت التصالح اللي ما بين الطرفين، ما فصلش القاضي هنا في منازعة، ما استعملش قواعد القياس القضائي، ما سببش، ما فيش قدامنا منطوق، ده هو الصلح اللي بينكم وبين بعض، القاضي ثبته وألحقه بمحضر الجلسة. هل هنا نقدر نقول أن الحكم اللي صادر من القاضي بإثبات الصلح ده يعتبر حكم قضائي؟ ماما قدامه حكمت المحكمه بإصحاب محضر الصلح محضر الجلسه وجعله. طب استاذ عزه قالت رأي، في حد رأي؟ يعني انت شايف ان هو حكم؟ انا شايف ان هو حكم لان هو بيقول حكمت المحكمة. الحق طالما كلمه حكمت المحكمه خلاص ده المعيار الشكلي. ماشي، في حد رأي تاني؟ هو يعتبر يا جماعه من ناحيه الشكل هو حكم، لكن الاستاذنا الدكتور ابو الوفا يعني في راي في الفقه بيقول الحكم هو اللي القاضي بيعمل فيه النشاط بتاعه الذهني، وهو اللي بيطبق فيه قواعد القياس والاستدلال القضائي، بشوف الواقعه وبشوف النص القانوني المنطبق عليها وبكيف الواقعه نفسها وبردها القاعده من القواعد القانونيه، وفي الاخر بسبب الحكم بتاعي وبطلع الحكم. سيدنا الدكتور مروفه بيقول ان ما يعتبرش حكم بالمعنى الحقيقي لان القاضي بيستعمل سلطته الولائيه، ومجرد سلطته ان اللي بيثبت اللي انتم اتفقتوا عليه. ايوه، انتهى الدعوه الصلح. تمام كده. الحكم اللي صادر يا جماعه باثبات الصلح ما بين الطرفين لا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف، لان انتوا اللي انتوا اصطلحتوا عليه القاضي اثبته. عايز تطعن فيه بتعمل ايه؟ حد يعرف؟ لو عايز تطعن في الحكم الصادر باثبات الصلح بينك وبين خصمك بنعمل ايه؟ توقيع منفرد. ما فيش حاجه اسمها توقيع منفرد لسبب واحد من الطرف. لا، انت بتقدمه ممضي. اللي بيحصل يا جماعه قدام المحكمه والاجراءات برضه اللي عارفينها، اللي بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما ان انا بجيب عقد الصلح ممضي من الطرفين والقاضي بيشوف البطايق دي امضيتك دي امضيتك وبيلحقوا بمحضر الجلسه لانه ممضي جاهز،
يا اما العقد هو رئيس فاضي وبنطلب الحاق ومش ممضي. طب امضي، بتمضي قدام القاضي، وده يعني احنا بنفضله بيكون اقوى لان بالقاضي بتم التوقيع امام القاضي. دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، ان انت ما تتعنش في حكم اثبات الصلح بينك وبين خصمك، لا بترفع دعوه بطلان الصلح ده، تطعن في الصلح نفسه لان ده الصلح خاضع للقانون المدني والقاضي ما عليه غير ان هو اثبته. القاضي ما سببش ما كيفش. يا جماعه كرسي لاخونا الدكتور محمود الحسيني دكتور في جنب الاستاذ. فده يا جماعه زي ما قلنا الحكم الصادر باثبات الصلح لا يجوز الطعن عليه بطريق الطعن العادي. كده احنا خلصنا الطائفه الاولى اللي هي اركان الحكم القضائي اللي انت بتطعن فيه. لو حد عايز اي سؤال يكتبه احنا برد عليه في الاخر. نيجي للطائفه الثانيه، شروط الطاعن اللي بيستعمل الحق في الطعن في الحكم. في شروط معينه، في شروط معينه لازم تكون متوفره في الطاعن اللي بيطعن في الحكم القضائي. الدكتور محمود اخ وزميلنا في حقوق اسكندريه وزميلنا برضو في اللجنه هيبقى يديكوا بقى محاضرات بعد كده، هيكمل بعد ما ننزل. انا بتكلم في مرافضش التحكيم يا ريس. حكم المحكم ما هواش ده زي ما لسه قايل، ما هواش حكم قضائي، فلا يتصور وما فيش نص بيديك حق تطعن في حكم المحكم بالاستئناف ولا بالنقض ولا بالتمس على النظر. الوسيله الوحيده يا جماعه للطعن في حكم المحكم هي اللجوء لدعوى البطلان متى توفرت احد حالاتها التي نص عليها قانون التحكيم. ما فيش حاجه يا جماعه اسمها استئناف في حكم التحكيم لانه مش صادر من قاضي، ما هوش حكم قضائي، ده حكم صادر في خصومه تحكيميه. نيجي يا جماعه لشروط الطاعن اللي هو بيستعمل حق الطعن في الحكم القضائي. مش اي واحد هيجي من الشارع يجي على اي حكم في المحكمه ويروح واخده ويقوم رايح طاعن فيه. في شروط معينه، اللي بيجي لك عايز يطعن ويقول يا استاذ انا عامل لك توكيل روح اطعن لي في الحكم ده، لازم انت تتاكد ان الشروط دي احنا وضحنا شروط الحكم، وضحنا شروط الورقه اللي الموكل داخل وهي في جيبه وحاطها لك على المكتب وقال لك اطعن لي في ده، رجعت الشروط اللي احنا قلناها، يبقى ده قدام حكم اوكي هاخده وانا هتعاملك فيه. طيب في شروط واجب توفرها في اللي بيستعمل حق الطعن في الحكم، في شروط معينه. الشرط الاول منها ان هو يكون طرف في الخصومه. لازم الحكم اللي انت جايبه عشان تطعن فيه انت نفسك كنت طرف في الخصومه اللي انتهت بصدور الحكم، يبقى اللي خارج عن الخصومه دي مش من حقه ان هو يستعمل الطعن في الحكم. ليه؟ زي ما في مبدا في القانون المدني نسبيه اثر العقود، برضو عندنا مبدأ في قانون المرافعات نسبية أثر الأحكام. الحكم حجة على الأطراف اللي هم موجودين فيه أو اللي صدر ضدهم. أنت ساعات بتدخل خصم في القضية اللي يصدر في مواجهته عشان يبقى الحكم حجة عليه، ما يبقاش الحكم إيه على طرف دون طرف، لا عايز يبقى حجة عليك وعلى الخصم التاني، فبطلب إدخالك حتى عشان يصدر في مواجهتك. اسمه خصم مواجهة في قانون المرافعات أو اسمه خصم غير حقيقي، لأن أنت ما أنتش طالب طلب ضده، أنت طالب بس إن إيه الحكم ده يكون في مواجهته عشان تقدر تحتج بيه عليه. يبقى لازم يكون طرف في الحكم ده نفسه اللي هو جاي بيستعمل حق الطعن فيه. طيب هل هنتأيد بالمعنى الشكلي والمعيار الشكلي الضيق ان اللي هو طرف في الحكم بس علي او حسن او زيد اللي اسمه في الحكم بس هو ده اللي يطعن؟ لا، زي ما عندنا في المدني الخلف من حقه ان هو يطعن، برضه اللي انتقل له الحق من حقه برضه ان هو يطعن يستعمل الحق ده. اللي صدر ضده الحكم اتحكم عليه مثلا بتعويض اتوفى، من حق الورثه انهم يطعنوا. الورثه هنا يا جماعه ما هماش طرف في الحكم، ما تحكمش عليهم بحاجه، لكن اللي كان ليه حق الطعن المورث بتاعي اللي هو الخلف صاحب الحق اللي انتقل لي، فالحق بينتقل الحق لما بينتقل بالحقوق والالتزامات بتاعته. فانا مدام المورث اتحكم عليه يبقى انا من حقي ان انا استعمل حق في الطعن اللي كان للمورث بتاعي. انا مش طرف لكن اللي اتنقل لي الحق منه كان طرف، وزي ما ليه حق الطعن الحق انتقل لي بالطعن بتاعه انا خلفته فيه. يبقى لازم ان هو يكون طرف في الخصومه نفسها. وده يا جماعه برضو اساسه ايه؟ مبدا التقاضي على درجتين. النزاع ايام ما كان قدام محكمه اول درجه اللي طلعت الحكم ده كان في اطراف معينين هم اللي موجودين فيها، ما ينفعش قدام الاستئناف يجي طرف تاني ما كانش موجود قدام اول درجه وانت جاي وحطه في الاستئناف،
ده حاجه جديده وخصم جديد انت جبت الظهور الاول مره قدام الاستئناف، والكلام ده غير جائز لانه مخالف مبدا عام في قانون المرافعات اللي هو التقاضي على درجتين. المبدا ده في ثلاث استثناءات عليه، ان ممكن مش طرف في الخصومه لكن بيستفيد من الطعن. في ثلاث حالات في قانون المرافعات، انت لو مش خصم وما طعنتش بتستفيد من الطعن بتاع زميلك. الحاله الاولى اذا كان الالتزام اللي هو محل الحكم القضائي دوت اللي انا مطعن فيه التزام غير قابل للتجزئه. نزاع مثلا على عربيه، العربيه مش هتتقسم يعني نهائي، شيء غير قابل للتجزئه. عندك مثلا ممكن نضرب لها مثل تاني واقعي اكتر نقرب لكم الصوره، الدعاوى اللي بنرفعها في مجلس الدوله بنطعن على القرارات بتاعه المنشئات الايله للصعود.